اوكي معايا دلوقتي. بص التنسز او اليونت 1 بيتكلم على 3 تنسز اللي هو الباست سمبل والباست كونتينوس والباست بيرفكت. اوكي يبقى كام تنس هما؟ 3، باست سمبل وباست كونتينوس وباست بيرفكت. اوكي طيب الاول انا هنا بقسم التنسز هنا لسامبل وكونتينوس بيرفكت اللي هو جنرال، يعني سامبل سواء بريزنت او باست، كونتينوس سواء بريزنت او باست، بيرفكت سواء بريزنت او باست. اوكي لو التنس ده سامبل بيتكون من جاست وان وورد، يعني لو بتكلم على بريزنت سامبل هيبقى وان وورد ان ذا بريزنت زي بلاي وبلايز، زي جو او جوز، زي هاف او هاف. تمام طيب عندي هنا لو باست سامبل هيبقى نفس الكلام وان وورد بس مش ان ذا بريزنت، وان وورد ان ذا ايه؟ ان ذا باست. اوكي يعني مثلا هنا بلاي بقت بلايد وجو بقت وينت وهاف بقت هاد. تمام فالباست سيمبل برضه هو كلمه واحده بس مش في البريزنت، كلمه واحده في الايه؟ في الباست. اوكي طيب اي تنس بيتقال عليه كونتينوس لازم يكون فيه اي ان جي، اي تنس بيتقال عليه كونتينوس لازم يكون في الفورم بتاعه فيه اي ان جي. اوكي طيب انا عندي بريزنت كونتينوس اهو ام از ار بلاينج، طب لو خليته باست كونتينوس تبقى was or were playing. طب لو ايه رايك لو حبيت اخليه future continuous هيبقى will be playing. will be playing. اوكي طيب وبعد كده الفورم الثيرد اللي هو perfect، اي تنس بيتقال عليه perfect لازم يكون فيه have وال past participle. اوكي يعني عندي هنا لو عايز present perfect تبقى have او has written، طب لو خليته past perfect يبقى had had written، طب لو عايزه future perfect تبقى will have written. will have written. يبقى دلوقتي خليكي معايا في التقسيمه دي، ان مقسمين التنسز ل 3 فورمز، اللي هو الفورم الاولاني اللي هو simple، الفورم الثاني continuous، الفورم الثالث اللي هو perfect. طيب هل الموضوع بتاعي كل التنسز ديت ولا الباست بس؟ لا الموضوع بتاعنا النهارده الباست simple تمام والباست continuous والبريزنت بيرفكت، يعني اثنين باست وواحد بريزنت. اوكي نبدا واحده واحده، ثواني كده عشان اشوف انا كاتب ال هو عندي هنا بص الباس سيمبل اهو اللي هو second form of the verb زي ما بيكون اخره دي or ed or ied او regular past، زي مثلا هنا I played النيجاتيف بتاعها ايه؟ I didn't. I didn't. وال question did you play؟ طيب he went والنيجاتيف he didn't go وال question Did he go? طيب I was at school. Was هنا past simple عشان مكونة من كام كلمة؟ من just one word in the past. Okay. في النيجاتيف I wasn't at school. وال question بقت Were you at school? تمام. They were happy. They weren't happy. Were they happy? طيب إيه الديفرنس؟ إيه الديفرنس ما بين ما بين كلمة ما بين did was were؟ يعني هل في difference بين did و was were؟ يعني هنا بص هنا عملنا question هنا ب did، لازم did بعدها infinitive، لكن لما سألنا ب was أو were ما يجيش بعدها infinitive. اوكي يعني هنا تاني بص اهي did plus infinitive لكن was were no infinitive. اوكي طيب بص هنا في دي كده I didn't go to school last week، عملنا negative بكلمة ايه؟ I didn't. Didn't. I didn't go to school. اوكي طب هل ينفع اقول بالشكل ده I did go to school last week؟ لا هي ال common ان هي لا، لكن اصلا ممكن نستخدم do او does او did to confirm عشان تعملي تاكيد. يعني تخيلي مثلا لو عملت لك dialogue بيني وبينك، لو قلت مثلا A بيقول كان بيقول you took my phone تمام، فرد بي قال له Please talk my phone. I didn't take your phone. صح؟ يرجع ايه يقول له؟ عايز يقول له ده انت اخدته، هيقول له ايه؟ You did take my phone. ماشي؟ طيب تمام، هل الكلام ده على did بس ولا ينفع على do does؟ ينفع على do بس do does. يعني مثلا لو قلت لك مثلا ايه؟ Do you like fish؟ فأنت ممكن تقول لي إيه؟ الأنسر تقولي مثلا
Yes. Yes, طيب I do. yes yes او yes I like fish. okay طيب عايز اعمل confirmation انا فعلا بحب الفيش، ممكن اقول ايه؟ yes I do like fish. فاهم الحته دي؟ يعني ممكن اقول يعني I do like، معناها اني بعمل تاكيد ان الحاجه دي انا بعملها. تمام تمام طب ننزل هنا تاني بقى. هو بص بيقول لك I did go to school last week، يبقى انا كاتب عليها ان دي ايه؟ to confirm، للايه؟ للتاكيد. اهو بصي كتبتها من غير ما اخد بالي، انا كاتبها اصلا في كنت بدي عليها. You took my phone، قال له I didn't take it، قال له I did go you 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 did you did take my phone. اوكي طيب هنا في اللي قدامك دي احنا استخدمنا هنا كلمه وير، ايه اللي خلى did تبقى غلط؟ نعم يعني هنا where you at home yesterday، ها كان ينفع بدل where دي كان ينفع اخليها كده did you go to school تنفع ولا ما تنفعش؟ تنفع. لا ما تنفعش ليه؟ لان اصلا did عايزه بعدها infinitive. اه هي يبقى يعني علشان اقول did مثلا هقول did you مثلا عايزها تنفع تبقى كده. تمام يبقى لو عايزها تنفع تبقى بالشكل ده، ان لازم بعدها فيرب في الايه؟ في الانفينيتيف. لكن اهو كده ها where you at home yesterday. فهمت الفرق بينهم؟ اه اقوله لي كده. انا ده بتفعل ان احنا ناكد يعني لا ديد ديد لازم بعدها انفينيتيف. اه لكن was aware ما ينفعش بعديهم انفينيتيف. طب هنا اللي بعديها I was أو I wasn't at home yesterday، ها ينفع كنت أقول I didn't؟ لا برضه بعديها عشان did عايز بعدها الفيرب في الانفينيتيف. تمام كده؟ أو بص هنا did you go to school last week؟ وصلت كده الفكرة دي؟ اه تمام تمام. طيب أو بص هنا ال past simple usage بتاعه نتكلم على ايه؟ something happened a completed action in the past، حاجه حصلت في الباست وايه؟ وانتهت، او past habit. تمام؟ والكي ووردز بتاعت الباست سمبل اهي، اللي هي ago وينفع long ago ولاست وان سنه كذا ويوجوالي مع past simple وthis morning و 10 years ago ولاست month ولاست year ويوز تو وانس. طيب بص كده هنا احنا بنقول من ضمن اليوسج بتاع الباست سمبل هي ايه؟ كلمه past habit. يعني اصل past habit يعني عادة في الايه؟ في الماضي. عادة في الماضي. فبص هنا I used to play football when I was young، يبقى هنا دي كده هل معنى ايه ان انا بلعب كورة دلوقتي؟ لا كنت بلعب. كنت بلعب في الباست ماشي؟ فانا بقول لك اهو كده احنا استخدمنا used to plus ايه؟ infinitive plus infinitive. طيب قال لي هنا كلمة used to دي لو اتحط قبلها was ها؟ بقت I was used to. تمام؟ قال لي في الحالة دي يجي بعدها ايه؟ ING. I was used to playing football when I was young. تمام؟ يا برضو معناه انا كنت متعود على لعب الكورة وانا صغير. طيب بص هنا بقى كاتبها لك هنا على اليمين اهو، ان used to ها كلمة used to لو في قبلها was او got او become يجي بعدها يا اما noun يا اما ING. شغال كده؟ تمام. تمام. بص هنا I was used to the bad weather. معنى الجملة دي ايه؟ I used to be a bad weather. أنا كنت أنا كنت متعود على الإيه؟ بعمل إيه؟ كنت متعود على الطقس الإيه؟ الطقس تمام؟ يبقى I was used to the bad weather معناها كنت متعود على الطقس السيء. تمام؟ طيب ركزي معايا بقى كده هنا تاني. شايفة الأولانية دي اللي هي used to يجي بعدها الفيرب في الإيه؟ في الانفينيتيف. تمام؟ طب وهنا was used to يجي بعدها ايه؟ noun او ing. I was used to هنا يجي بعدها noun. طيب في شكل تاني نتكلم فيه عن past اللي هي usually مع verb في past، مش usually بس، ينفع usually او always او sometimes مع past simple. I usually played football when I was young. معناها ايه؟ انا عاده لعبت كوره وانا ايه؟ وانا صغير. تمام؟ لو انت فاكره ان الكلمات دي اللي هي usually always often دي اصلا كانت بتدل على البريزنت ولا بتدل على الباست؟ باست.
past. لا لا يونت present. البريزنت، بس هو اتضح انها تدل على الاثنين، على البريزنت وعلى الباست. تمام، فين I usually played football when I was young، انا عاده لعبت كوره وانا صغير. تمام كده. طيب ايه رايك هنا؟ عايز ارجع لنمبر 1 تاني. لو قلت لك I used to play football when I was young، قلنا معناها ايه؟ انا كنت بلعب كوره وانا ايه؟ وانا صغير. وانا صغير. ايه رايك لو قلت but now، ولكن الان؟ انا بلعب دلوقتي ولا ما بلعبش؟ هو ما بيلعبش. يبقى اقول اي ايه؟ I don't. اي دونت، اللي هي اصلها اي دونت بلاي. تمام كده؟ طيب هنا في دي شايفه كده كلمه اي واز يوست تو بلاينج فوتبول وانا اي واز يونج، انا كنت متعود على لعب الكوره وانا ايه وانا صغير. ها بات ناو، ها اي I ايه؟ wasn't. لا اي ام نوت. انت عايزه تجيبها انا بقول دلوقتي انا لا، هل ينفع دلوقتي اقول انا ما كنتش؟ فهمت انا جبت ام منين؟ ام جت من كلمه ايه؟ I was. من اي واز. تمام. طيب هنا تاني نرجع بقى تاني. او بصي الكلمات دي بتتكلم على الباست. اي بوت ا موبايل لاست ويك، انا اشتريت تليفون امتى؟ الاسبوع اللي فات. محدد وقت ولا ما حددتش وقت؟ حدد. هو الباست سمبل بيحب اصلا تحديد الوقت. تمام. طيب شكسبير رود 37 بلايز، الراجل ده كتب 37 مسرحيه. طيب انا ليه ما حددتش الوقت مع الراجل ده؟ الراجل ده عايش ولا ميت؟ ميت. ميت، عشان طالما صاحب الحاجه دي ميت ممكن اتكلم عنه بالباست سيمبل من غير ما اقول الوقت. تمام. طيب ابو تريكا سكورد ا لوت اوف جولز، ابو تريكا احرز اهداف كتير. جميل، ابو تريكا جاب اهداف كتير، انا ليه ما قلتش يعني عملتها باست سيمبل من غير ما احدد الوقت؟ عارفه ليه؟ عشان هو فيه أهداف كتير مش معروف أصلا لا يعني. لا مش كده، علشان ابو تريكا بطل لعب كوره. تمام. يعني بص هنا، عارفه لو قلت مثلا محمد صلاح اقول has scored a lot of goals، فاهمه الفرق بين دي ودي؟ has. has scored. طب دي كده اسمها present perfect، اللي has scored عباره عن ايه؟ present perfect. طب ليه ليه دي كده past simple دي present perfect؟ لان دي كده هنا past simple، ها وده كده ها completed action، حدث اللي هو بيتقال عليه ايه؟ حدث ايه؟ منتهي. منتهي. ده كده هنا has scored ده اسمه present perfect. تمام. طب وكده ايه؟ وي ستيل، ده كده ما زال موجود. فاهم حاجه الفرق بين الاثنين دول؟ تمام. يبقى طيب يبقى ليه ابو تريكا سكورد وليه محمد صلاح هاز سكورد؟ عشان هو completed action، هو خلاص هو بطل بطل بالظبط كده، ومحمد صلاح هاز سكورد لسه ايه ممكن يحرز تاني ولسه بيلعب. تمام. بص هنا I used to play football but now I don't. انا كنت بلعب كوره دلوقتي I don't. I used to be fat but now I don't. I am not. انا جبت ام منين؟ انا جبت I am دي منين؟ يعني ليه ما قلتش I don't؟ من نفسه. ايه؟ من يتكلم عن نفسه. لا من الكلمه دي. بي. من كلمه ايه؟ بي. من كلمه بي، ما هي بي عباره عن ام وايز وار، واضحه كده؟ I'm used to reading for a long time، أنا متعود على القراية لفترة طويلة. شايفة هنا دي كده used to جه قبلها إيه؟ جه قبلها I am. am. وطالما جه بعدها قبلها am يجي بعدها ing. تمام؟ يعني هنا am طالما قبلها am و is are يجي بعدها إيه؟ يجي بعدها ing. تمام؟ طيب أهو بص أنا بقول لك أهو إن كلمة used to بعدها انفينيتيف اعتاد في الماضي وانتهى الان، لكن لو بي او جيت او بيكام يوز تو بعدها اي ان جي او ايه او ناون. تمام كده، ومتعود على في الحق، ودي تمشي حاضر او ماضي على حسب اللي قبلها. يعني لو مكتوبه هنا مثلا كلمه واز او جات او بيكام تبقى ماضي، ولو مكتوبه از او جيتس او بيكامز تبقى بريزنت. تمام كده. تمام. اي فيزيتد روم ان 2014، بقول لك انا زرت روما امتى؟ في 2014. يبقى الكلام ده حصل ولسه موجود ولا انتهى؟
انت انت خلي بالك السنين لما يكون معاها ان تبقى باست سيمبل. طيب I had bought a house by 2014. شايفة كلمة باي دي؟ باي دي معناها قبل او بحلول. انا اشتريت البيت قبل 2014. عارفة ايه هو التنس دوت هاد بوت؟ الزمن ده زمن ايه؟ باست ايه؟ بس بيرفكت. اي باست بيرفكت. باست بيرفكت بيجي معاه كلمة باي ومعناها ان الحاجة دي حصلت قبل الوقت ده، او في يعني ببداية الوقت ده بالظبط. طب I have lived in Cairo since 2014. انا عايش في كايرو من 2014، يبقى ده كده بريزنت بيرفكت وحاجه لسه موجوده لغايه دلوقتي. اوضح لك الفرق تاني، لما قلت اي فيزيتد يبقى انا زرت وانتهت دلوقتي مش موجوده. اي هاد بوت اللي هي باست بيرفكت، انا اشتريت قبل والوقت برده مش موجود بس حصلت قبل او ببدايه كذا. اي هاف ليفد اللي هي بريزنت بيرفكت، اللي هي انا عشت في القاهره من سنه كذا ولغايه امتى؟ لغاية 2014. لا ده من 2014 لغاية دلوقتي. ولغايه دلوقتي. تمام، يبقى دلوقتي هنا تاني معلش، ممكن تقولي لي فيزيتد زمنها ايه وهاد بوت زمنه ايه؟ هاد بوت هاف ليفد، كل واحده التنس بتاعها. ايه؟ فيزيتد ذا باست ايه؟ باست سيمبل. وهاد بوت باست بيرفكت. وهاف هاف ليفد؟ باست بيرفكت. لا بريزنت، present perfect. بريزنت بيرفكت. تمام، وهنا الباست سيمبل معاه ان، والباست بيرفكت مع باي، والبريزنت بيرفكت مع سينس. واضح الحته دي؟ تمام. تمام. طيب بص هنا، الباست سيمبل ممكن يستخدم مع حاجتين حصلوا ورا بعض في الباست وما بينهم كلمه then او and او or. يعني بص، first I studied English then I watched the match. في الاول ذاكرت ثم نعم. اتفرجت، بقول لك في الاول ذاكرت English ثم اتفرجت على الماتش. شايفه كلمه then؟ مش then حرفيا معناها ثم. طيب لازم الفيرب اللي قبلها يبقى زي الفيرب اللي بعدها. يعني بص، اللي قبلها studied يبقى بعدها watch، يعني past to past. طب لو كان قبلها study كان يبقى بعدها watch، يعني الاثنين لازم يكونوا زي ايه؟ زي بعض. تمام. طيب بعد كده هنا بيقول لي ايه، how long ago، او انا واخد بالك المعلومه دي الاول، ان الكلمات دي اللي هي كلمه and ها وكلمه then وكلمه or الفيرب اللي قبليهم في نفس التنس بتاع الفيرب اللي ايه اللي بعديه. واضحه ولا واضح اكتر؟ لا تمام. تمام. طيب how long ago did you come؟ how long ago معناها متى وخاصه بالباست سيمبل بس. يعني how long ago did you come؟ يعني انت جيتي امتى؟ الانسر هتبقى I came مثلا 2 hours ago. تمام؟ هنا did قلنا لازم بعد الفيرب في الايه؟ في الانفينيتيف. ولما اجي اجاوب come بقت ايه في الانسر؟ I came. ايه عشان شلنا ديت واجو من الكي ويردز بتاعت الباست سامبل. تمام. طيب بص هنا، هاو لونج معناها كام المده، هاو لونج بس بتحب البريزنت بيرفكت. تمام، هاو لونج هاف يو ليفد مش عارف ان كذا، ماشي ده كده بريزنت بيرفكت. وممكن كمان هاو لونج اجيب معاها فيوتشر، يعني هاو لونج ويل يو ستاي، انت هتقعدي قد ايه. طيب وهاو اوفن، هاو اوفن معناها ايه؟ كم مرة؟ كم مرة؟ وبتحب البريزنت سامبل، يعني بعدها دو او داز غالبا، يعني بريزنت سامبل. تمام؟ تعالي بقى نشوف هنا الباست سامبل في الباسيف. Our school was built 10 years ago. معنى الجملة دي ايه؟ بنت مدرستنا ايه؟ 10 سنين اتبنت، يعني هي اللي بنت؟ بنت ولا ايه اتبنت؟ اتبنت. فده كده اسمه باسيف. ماشي؟ أي باسيف لازم يتوفر فيه شرطين، فيرب تو بي والباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الايه؟ الثالث. شايفه هنا كلمه واز اوير زائد البي بي اللي هو التصريف الايه؟ الثالث. يبقى هنا اور سكول واز بيلت دي كده عباره عن باست سمبل باسيف. خرجنا كده من قوله ان هو كلمه واحده وبقى كلمتين، عشان يبقى باسيف لان لازم يكون فيه فيرب تو بي تصريف ثالث. ماشي؟ طيب بص هنا، في جنرال رول لاي باسيف، اي باسيف لازم يكون فيه فيرب تو بي وبي بي. الفيرب تو بي اللي هو عباره عن ايه؟ am او is او are او was او where او be او being او been و past participle. اوكي؟ تمام؟ طيب يبقى ده كده اي باسيف لازم يتكون كده. طيب ممكن اصلا بعد كده نستخدم الباست سمبل في حاجه اسمها الويشز. عايز اتكلم على التمني، اقول لك مثلا اي ويش او اف اونلي او اتس تايم او اي دراذر. الكلمات دي كلها هي اكسبريشنز للويشز. يعني مثلا
ممكن اقول لك اتمنى اني I wish I had a car now. جه بعدها subject وبعد كده past simple. معنى الجملة دي ايه؟ I wish I had a car now. يا ريتني كان عندي عربية. امتى؟ دلوقتي. دلوقتي. انا اتكلمت هنا بصيغة الباست ولكن انا قصدي على الامتى، على ناو. عشان كده بنسميه unreal past. يعني ايه unreal past؟ يعني ماضي ايه؟ غير حقيقي. غير حقيقي. تمام. طيب بفرض ان انت قاعد عند حد وتقول له انا عايز امشي، تقول له it's time we left now. left دي كده برضه past، يعني تقول له انا المفروض كنت مشيت امتى؟ دلوقتي. فدي كلها اساليب للويشز بتعبر عن الماضي الغير حقيقي. تمام. طيب بعد كده هنا مثال اهو تاني. I'd rather you didn't take my phone. تخيلي مثلا بتقولي ممكن اخد تليفونك، بقول لك يا ريت ما كنتش تاخديه احسن. ماشي. بتكلم على دلوقتي. I'd rather subject وبعدين past. تمام. I'd rather ليها قاعدة تانية بس ما فيش بعدها subject. I'd rather ليها قاعدة تانية بعدها infinitive بس من غير subject. I'd rather drink tea معناها أنا عايز أشرب شاي. I'd rather drink tea equal I want to. يعني مش كان ممكن بدل I'd rather drink tea كنت أقول I want to drink tea، صح ولا لأ؟ تمام. بعد كده rule الأخيرة أو قبل الأخيرة، في رول بتقول it's period مدة وقت since past simple. يعني مثلا it's 5 years since I visited Luxor، يعني عدى 5 سنين من ساعة ما زرت الإيه؟ الأقصر. يبقى دي it's مدة since past simple. تمام؟ كده خلصنا من past simple اللي أنت كنت معتقد إن هو صغير أوي، صح؟ تمام. اللي بعديه ال past continuous. ال past continuous هو عبارة عن إيه؟ was أو were plus verb plus ing. احنا قلنا اي حاجه بتقال عليه كونتينوس لازم يكون فيها اي ان جي. يعني بص، الباست كونتينوس فيه اي ان جي، البريزنت كونتينوس فيه اي ان جي، الفيوتشر كونتينوس فيه اي ان جي، في عندي بريزنت بيرفكت كونتينوس. اي زمن بتقال عليه كونتينوس لازم يكون فيه اي ان جي. عندي هنا اي هي شي ات او اي سنجلر ناون ياخد واز، يو وي ذي واي بلورال ياخدوا وير. تمام. طيب الباست كونتينوس ده بيعبر عن ايه؟ يعبر عن long action in the past. يعني ايه long action in the past؟ يعني حدث قعد فترة طويلة في الايه؟ في الماضي. يعني مثلا تقولي لي، ثواني بس اشرب. yesterday morning، yesterday evening، yesterday مش عارف الساعة كذا. بصي حددنا الوقت بالظبط، ما قلتش yesterday بس. I was doing my homework yesterday morning, yesterday evening, yesterday at 4. معناها ايه؟ انا عملت واجبي الساعة 4 ولا كنت بعمله؟ كنت بعمله. كنت بعمله. طالما حددت الوقت بالظبط كده ماشي، يبقى ده كده هي باست كونتينوس. طيب بص، I played football yesterday. بص هنا بقت ايه؟ I was playing football yesterday evening. ايه الفرق بين دي ودي؟ النمبر 14 انا لعبته خلاص امبارح. 15 انا كنت بلعب امبارح بالليل. تمام كده؟ طيب 16. طيب بصي هنا، عشان بس ايه؟ عايزين نتفق ان لازم مخي يشتغل، ولكل قاعده ممكن يكون لها شواذ. تمام؟ مش انا بقول لك تحديد الوقت بالظبط ده باست كونتينوس؟ طيب ايه رايك ان ممكن الجمله نمبر 16 ديت فيها تحديد الوقت بالظبط ومش باست كونتينوس؟ ممكن تشرحي لي ليه؟ I you yesterday at 4 but you didn't answer. I called you. ليه قلنا called وما قلناش was calling؟ لو ترجمتيها بالمعنى هتلاقي المعنى صح، ان هو حاجه حصلت مره واحده بس ما استمرتش. يعني ايه بقى I called you؟ انا كلمتك الساعة 4 الساعة 4 امبارح بس انت بس ايه؟ انت ما ردتش. يبقى إيه؟ انا كلمت كده كم مرة؟ مرة، عشان كده ما بقتش كونتينوس. فاهم حاجة؟ ايوه. يبقى اذا هنا نقول التحديد الوقت بالظبط الاولى بيه بس كونتينوس، بس لازم الاقي ان الفيرب ده مستمر، صح ولا لا؟ تمام. طيب بعد كده هنا وات ايه وين اي كولد يو؟
You sounded busy. كلمة sounded يعني تبدو، كنت تبدو إن أنت إيه؟ مشغول. فأقول لك ماذا عملتي إمبارح؟ كان شكلك مشغول ولا ماذا كنت تفعلين؟ ماذا كنت تفعلين؟ يبقى what ها where What are you doing? what were you doing. تمام، يبقى ده كده long action in the past. خلي بالك ال past continuous أو ال usage دي أهو اللي هو زي ما وضحوا لك أهو long action in the past، يعني حاجة حصلت في الماضي لفترة طويلة. تمام، ال usage التاني بقى اللي هي long action interrupted by short action، يعني حدث طويل وقطعه حدث إيه؟ قصير. تمام، طيب بص كده، while I was doing my homework dad arrived، وانا بعمل الهوم ورك والدي وصل. وصل، يبقى ده كده لونج اكشن اللي هي عمايل اللي واجب، لكن والدي وصل كم مره؟ مره واحده، عشان كده اتعمل باست سمبل. طيب وفي رول اهي، وايل واز وجاست از، بعدين باست كونتينوس، بعد كده باست سمبل، شغال؟ طيب هنا بقى برضو زي ما اتفقنا ان ممكن لكل قاعده شواذ، صح؟ وانا لسه قايل لك ان وايل بعدها باست كونتينوس، تمام؟ طيب قال لي وايل ينفع بعدها باست سمبل، بس هي كلمة واز كده باست سمبل عشان مكونة من كام كلمة؟ من كلمة واحدة. احنا اتفقنا باست سمبل كلمة واحدة. وايل اي واز ات هوم داد ارايف، يعني ايه وايل اي واز ات هوم داد ارايف؟ وانا قاعد في بيتنا والدي وصل. هل محتاج اقول وايل اي واز بينج؟ لا لا، ويا عم وانا في بيتنا ابويا جه. طيب عشان كده بقول لك ينفع وايل بعدها سبجكت بعد كده سمبل، بس يكون الفيرب هو كلمه ايه بصفه خاصه، كلمه واز او ايه، واز او وير. تمام، طيب الاستخدام الاخير الباست كونتينوس اللي هي تو لونج اكشنز ات ذا سيم تايم، حدثين مستمرين في نفس الايه، في نفس الوقت. وايل اي واز دوينج ماي هوم ورك مام واز كوكينج، يعني وانا بعمل الهوم ورك بتاعي امي كانت بتطبخ. كم اكشن دول شغالين سوا؟ اثنين. Two actions. تمام؟ يبقى ده كده while بعد past continuous past continuous. يبقى إذا هنا في past continuous لوحده كان حاجة مستمرة لوحدها، أو past continuous interrupted by past simple اللي هو حدث طويل مقطوع بحدث قصير، أو two long actions يعني اثنين شغالين مع إيه؟ مع بعض. تمام كده؟ طيب بعد كده عندي هنا while أو on، لو جم من غير subject ده كمان while أو on، وكمان دخل معاهم الكلمة دي كلمة إيه؟ when يعني while او on او when يجي بعديهم فيرب فيه while ing ماشي، بس من غير ما يكون في subject ماشي، بس ها في حاله ان ايه no subject، يعني هنا while doing او on doing او when doing. تمام، طيب اهي بصي when doing my homework my dad arrived، كان ينفع هنا when ها، وكان ينفع وايل. تمام، طيب كلمة during بعدها noun، يعني during أصلا أثناء، هل ينفع أقول during watching the film؟ لا، هل ينفع كنت أقول during watching while I'm watching while I ماشي، أنا بسألك ليه during ما يجيش، يعني بقول لك during بعدها noun، ليه بقول during ما ينفعش بعدها ing؟ عارفة ليه؟ ليه؟ عشان during فيها ing، فما ينفعش اجيب اتنين ing ورا ايه؟ ورا بعض. تمام؟ فما ينفعش اقول during watching the film، لكن during the film عشان ما اجيبش اتنين ing ورا بعض، اوكي؟ تمام، وهنا قلنا while او when او on يجي بعدها ing من غير subject. طيب خلي بالك بقى هنا، when I went home my brother was doing his homework، when mom was cooking dad arrived. خلي بالك ان when ليها قاعده وعكسها، يعني when ينفع بعد was simple بعد كده was continuous. تمام، وينفع العكس، ينفع بعد was continuous وبعدين was ايه simple. تمام اهو، when was continuous was simple او was simple was continuous ماشي. طيب while my car was being repaired I met احمد، معنى الجمله دي ايه؟ while my car was being repaired I met أحمد، لما كانت عربيتي بتتصلح أنا قابلت أحمد، يعني عبارة عن إيه الصيغة دي؟ عبارة عن باسيف لو مبني للإيه؟ للمجهول. تمام؟ طيب الباسيف إحنا اتفقنا إن الباسيف عبارة عن فيرب تو بي تصريف تالت،
ها افكرك كده، كنا بنقول الباسيف عايز بي ها بلس بي بي، وقلنا ان كلمه بي دي اللي هي عباره عن ام او از او ار او واز او وير او بي او بين او بينج. تمام. تمام. طيب هنا ايه اللي خلى الباسيف في الشكل ده يتحط فيه كلمه بينج؟ عارفه ليه؟ لان الباست كونتينوس اصلا كان فيه اي ان جي، فيبقى اذا نحط له حاجه فيها برضو ايه، فبقت واز او وير بينج تمام بلس بي بي. تمام كده. طيب في ملاحظات بقى للباست كونتينوس اللي ما بيجيش مع، باست كونتينوس doesn't come with، لا ياتي مع. الباست كونتينوس ما بيجيش مع ايه؟ مع الست اوف فيربس زي كلمه سيم ولايك ولاف واندرستاند وونت ونيد. عمرك شفت حد بيقول I am loving؟ لا. لا طبعا. طيب الباست كونتينوس ما يجيش مع الهابت العاده، يعني when I was young I played ولا I was playing football every day؟ ترجم الجملة كده. I played. رغم ان المعنى العربي يجيب was playing صح، بس الباست كونتينوس ما بيعبرش عن عادة في الماضي. تمام. الباست كونتينوس ما يجيش مع كلمة فور او كلمة اول معاهم وقت، يعني ما ينفعش اقول لك I was playing for 2 hours، ما تنفعش. ماشي. ما يجيش مع، اقول لك ما يجيش مع دول ولا مع فور ولا اول. امال اقول ايه؟ I have been playing. تعرفي ايه هو التنس ده؟ have been playing. Past perfect. Present. 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 Perfect ايه؟ Present. مش فيها ing؟ يا ده present perfect continuous. ايوه، اللي هو بياخد وقت طويل. ماشي. فركزي قوي، الباست كونتينوس ما يجيش مع الفيربس اللي هي الست اوف فيربس افعال اللي هي السكون ديت، ومع الهابتس، وما يجيش مع كلمه فور ولا كلمه اول. تمام كده. طيب اخر تنس موجود عندي اللي هو البريزنت ايه، بيرفكت. البريزنت بيرفكت اللي هو عباره عن هاف او هاف بلس بي بي. تمام. طيب اي يو وي زي ياخدوا هاف، وهي وشي وات ياخدوا هاز. تمام. في النيجاتيف هافنت وهازنت، ماشي. وفي الكويشن نسال بهاف او وات هاف او وات هاز، ده كله كلام تقليدي. ماشي. طيب بص هنا، عايز اقارن ما بين I have a car وما بين I have done my homework. ايه الفرق بين دي ودي؟ انا اصلا عندي خلاص كار. ماشي. التنس ده ايه؟ I have a car. زمانها ايه الجملة دي؟ I have a car. Past perfect. لا present perfect. عفوا present simple. present simple. present. اوكي ماشي. عارفه ليه present simple؟ عشان قلنا لاي زمن بيتقال عن simple بيكون كام كلمه؟ كلمه، كلمه واحده، ودي معناها انا ايه؟ املك، املك عربيه. لكن لما قلت I have done my homework معناها ايه؟ انا لسه مخلصه دلوقتي. هل انا ترجمت ديت وقلت دي انا املك؟ لا. لان دي helping verb، فهنا have لوحديها تبقى present simple، لكن have done دي present perfect، وهاف ما تترجمش. النيجاتيف بتاع I have a car ايه؟ I don't have. النيجاتيف بتاع I have done I haven't done. واخد بالك الفرق؟ he has a car، برضه he has a car، معناها he has a car هو ايه؟ عنده. ودي كده present simple، والنيجاتيف بتاعها he doesn't have، لكن he has done his homework وعمل واجبه، والنيجاتيف بتاعها he hasn't done. فهمت الفرق دوت؟ طيب لو انت مثلا الدنيا مش واضحه معاكي قوي، ممكن اوضحها لك اكتر. ان have او has او had، ها في لو عايز اعملهم نيجاتيف استخدم لهم ايه؟ استخدم لهم don't، ها، او doesn't، أو didn't، وبعديهم infinitive اللي هو have. تمام؟ لكن have أو has أو had plus bb بعديهم تصريف تالت. تمام؟ يبقى النيجاتيف بتاعهم اللي هو هيبقى haven't وhasn't وإيه؟ وhadn't. تمام؟ plus bb. تمام؟ طيب بعد كده هنا comparing present perfect مع past simple. هقارن بقى ما بين present perfect و past simple. اوكي.
طيب لو قلت I have bought a car ده كده present perfect. طب I bought a car ده كده past simple صح؟ طيب I have bought a car ده present perfect. هل انا حددت الوقت اللي اشتريت في العربيه؟ يبقى ده كده without mentioning the time. لكن I bought a car last week انا اشتريت عربيه الاسبوع اللي فات، يبقى ده كده حددت الوقت اللي ما حددتش. حدد. يبقى مع الباست سيمبل بنحدد الوقت تمام. طيب لكن مع البريزنت بيرفكت ما نحددش الايه، ما نحددش الوقت تمام. يبقى رغم ان هي ممكن تكون نفس العربيه تمام، بس انا عملت كذا من غير ما اقول امتى، يبقى بريزنت بيرفكت. عملت كذا امبارح، يبقى ده كده باست سيمبل. ماشي، وصلت ولا نقول تاني؟ لا فهمت. تمام. طب هنا في الجمله دي انا مش محدد وقت، ليه انا عامل واحده كده وواحده كده؟ يعني محمد صلاح هيسكورد اللي شرحناه من شويه، وابو سكورد عشان محمد صلاح لسه بيلعب فيتعمل بريزنت بيلعب. بيرفكت، لكن ابو تريكا ما خلاص بطل، فعشان كده ده باست سيمبل. طب وشكسبير اللي كاتب 37 مسرحيه؟ عشان هو مات. عشان هو مات. تمام كده. طيب بص هنا، I have lived in Cairo for 10 years. I lived in Cairo for 10 years. ايه الفرق بين الاثنين دول؟ الاثنين فيهم for 10 years. البريزنت بيرفكت حاجه لسه موجوده لغايه دلوقتي اللي هي I have lived، لكن الباست سيمبل حاجه موجوده في الماضي وايه؟ وخلاص. وخلاص. فاللي قال انا عشت في القاهره 10 سنين، يبقى لغايه دلوقتي عايش في القاهره طالما عملها have lived. واللي قال I lived in Cairo for 10 years I no longer live in Cairo، يبقى ده كده بقول لك انا ما بقتش عايش في القاهره، دي حاجه حصلت وايه؟ وخلاص انتهت. فهمتي؟ يعني تقدري تقولي ان البريزنت بيرفكت عباره عن حاجه حيه، الباست سامبل عباره عن حاجه ميته. فاهمه الفكره دي؟ تمام. بصي هنا نفس الحوار، I have lived in Cairo for 10 years، انا عشت في القاهره لمده 10 سنين، 10 سنين. ده كده لسه عايش في القاهره. ماشي، او خلي بالك البريزنت بيرفكت والباست سامبل يجي معاهم كلمه فور عادي. طب I visited Cairo 10 years ago، انا زرت القاهره من كام سنه؟ من 10 سنين بس حاجه حصلت وانتهت. اجو بتدل على الايه؟ الانتهاء. على الانتهاء. خلي بالك ان كلمه، ثواني كده عايز اقول، خلي بالك اهي كده ان اجو باست سمبل. ماشي، طيب هنا شايفه دي I have lived in Cairo since سنه كذا، I visit Cairo in سنه كذا. since سنه كذا دي مع البريزنت بيرفكت، in سنه كذا مع باست تايم. الباست سمبل. تمام. كمان واحده من الكلمات اللي شبه بعض كلمه just وكلمة just now. كلمة just مع ال present perfect، وكلمة just now مع ال past simple. I have just finished، أنا لسه مخلص الكلام ده كده present perfect. طب I finished just now، just now دي من الكلمات الدالة على past simple. فاهم الفرق؟ صغير قوي. طيب how long have you lived in Cairo؟ يعني إيه؟ بقالك قد إيه عايش في الإيه؟ في مصر. بقى في القاهرة، يبقى أنت لسه عايش فيها. قال له I have lived in Cairo for 10 years. بص هنا بقى، How long did you stay؟ قعدت قد إيه؟ ده كده باست سمبل صح؟ قال لي for 10 years، يبقى ده حاجة حصلت وإيه؟ حاجة حصلت بتاعت خلاص يعني. تمام ماشي. من ضمن الكلمات الدالة على الباست سمبل برضو الكلمة دي، كلمة إيه دي؟ How long ago؟ How long ago مع الباست سمبل بس تمام؟ Did you arrive؟ قال له I arrived 2 hours ago، أنا وصلت من ساعتين. طيب من كلمة الكلمات اللي مع الـ present perfect بس، كلمة إيه وكلمة إيه؟ since when و for how long. since when يعني منذ إيه؟ و how long و for how long يعني مدة قد إيه؟ لو لاحظت بقى كده، بص أنا عامل لك المقارنة أهي، مقارنة كبيرة محترمة ما بين الـ present perfect وما بين الـ past simple. خلاصة المقارنة ديت إن الـ present perfect حاجة لسه موجودة، الـ past simple حاجة حصلت وإيه؟ وخلصت. وخلصت تمام. والبريزنت بيرفكت ما بيحبش تقولي معاه ولا اجو ولا لاست ولا يسترداي تمام. طيب كلمه فور تيجي مع الاثنين، مع البريزنت بيرفكت مع الباست سمبل. ماشي، كلمه جاست مع البريزنت بيرفكت، كلمه جاست ناو مع الباست سمبل. تمام، كلمه سينس وين وفور هاو لونج مع البريزنت بيرفكت. تمام كده، دي واحده بس هجي لك تاني، بس هجيب منديل بس.
السلام عليكم. هاي. ماشي كده؟ المقارنة دي واضحة ولا مش قوي؟ لا تمام كده. تمام؟ طيب. بعد كده عندي في هنا كي ووردز على البريزنت بيرفكت اللي هي جاست وأوريدي، دي كده كلمات دالة على البريزنت بيرفكت. تمام؟ جاست وأوريدي وإيفر ونيفر ويت وسو فار وأب تل ناو وريسنتلي وليتلي وسينس وفور وإن ذا لاست تو ييرز إن ذا لاست تو ويكس كده يعني إن ذا لاست كذا. تمام؟ البريزنت بيرفكت له يوسج بيقول ان هو اكشن في الباست وله افكت دلوقتي، حاجه حصلت في الماضي وليها اثر في الايه؟ في الحاضر. بص بيقول لك هنا ايه؟ احمد هاز هيرت هيز ليج، احمد عور رجله. سو هي كانت بلاي فوتبول ناو، فمش هيعرف يلعب دلوقتي. هو جرحه رجله ده في البريزنت ولا في الباست؟ في الباست. بس له افكت دلوقتي انه مش عارف يلعب. صح؟ وخلي بالك البريزنت بيرفكت جنبيه بريزنت سيمبل، يعني كده الكلام كله بريزنت. طيب ممكن يكون اكشن في الباست ومستمر لغايه دلوقتي، خصوصا مع كلمه ايه وكلمه ايه؟ مع كلمه سينس ومع كلمه فور. بس انت عارفه ان سينس بعدها بدايه الوقت وفور بعدها مده الوقت. يعني ايه؟ يعني مثلا انت عايشه في المكان بتاعك دوت من سنه كام؟ هتقولي من سنه 2000 وكذا، يعني دي البدايه صح؟ طيب انت بداتي مذاكره من شهر كام؟ تقولي والله ما اكذبش عليك ده من لاست مانث. يبقى البدايه كانت كذا او من لاست ابريل. طب انت مثلا صاحيه من امتى؟ تقولي والله ده انا صاحيه سينس يسترداي، ده انا صاحي من امبارح. يعني دي البدايه، يعني سينس عايزه بعدها البدايات، لكن فور عايزه بعدها الايه؟ نهاية. مش النهايات، البيريود المده. يعني مثلا فور 5 ييرز لمده 5 سنين، فور ذا لاست مانث لمده الشهر كله مش بدايته، فور 4 مانث لمده 4 شهور، فور ا داي لمده يوم، لمده ساعه، لمده وقت طويل. خلاصه القول تحس ان فور بعدها الكلمات دي اللي انا كاتبها تحت دي، ان فور بعدها ايه؟ ا او ان او ذا او بلورال اللي هي اس الجمع. بص على كل اللي جاي مع كلمه فور بعدها ايه؟ ا فور ا او ان وذا او ذا او اس جمع. بس خلي بالك ممكن ذا تيجي مع سينس، بس معظم ذا مع فور. يعني بص هنا ذا ايدج اوف 10 المقياس بتاعي ان سينس البدايه فور المده. تاني سينس بعدها الايه؟ البدايه، فور بعدها الايه؟ المده. المده. تمام؟ طيب ومن ضمن الكلمات اللي عايز احفظها ان ممكن اقول سينس لاست فور ذا لاست. سينس لاست من بدايه كذا، فور ذا لاست لمده كذا. تمام؟ بص هنا I have lived in Cairo since last week. انا عايش في القاهره من الاسبوع اللي ايه؟ اللي فات. دي من بدايته. طب انا عايش في القاهره لمده الاسبوع اللي فات، يعني اقصد ال7 ايام. فاهم الفرق ده؟ يحفظيها كده since last for the last. تاني since last for the last for the last. تمام؟ طيب في قاعده لسينس بتقول ايه؟ بصي I haven't seen احمد the last time we met. اوه ركزي قوي في الحته دي، عشان احنا هنا عندنا المقياس بتاعنا الحفظ ولا الفهم؟ الفهم. دلوقتي هنا قول اخر مره اتقابلنا، هل دي مده ولا بدايه؟ انا ما شفتش احمد من ساعه اخر مره اتقابلنا. دي مده. من اخر مره اتقابلنا دي مده؟ بدايه. اوكي. انا ما شفتش جويريه من ساعه اخر مره شفتها في طلع الازهر. يبقى دي من بدايه النقطه دي، صح كده؟ يبقى دي كده، هل دي احسبها، هل ينفع اقول دي مده؟ عشان تبقى مده اقول لمده سنتين، لمده شهر كده، صح؟ لكن ذا لاست تايم وي ميت يعني اخر مره اتقابلنا، يعني دي كده نقطه اللي نقطه ان انا ما شفتوش من اللحظه دي، صح؟ عشان كده دي قلت سينس، رغم ان انا اللي قايل لك فوق سينس لاست وفور ذا لاست. المقياس بتاعي الفهم ولا الحفظ؟ الفهم. طيب I have lived in Cairo since، انا عايش في القاهره من since 2010 واي ليفد ان كايرو فور، اي هاف ليفد ان كايرو فور 10 ييرز. مش الاثنين دول كده بريزنت بيرفكت؟ هاف ليف. عشان كده مقيم والى الايه؟ والى الان. تمام كده؟ يعني لغايه دلوقتي في كايرو. لكن بص هنا ايه الفرق ما بين نمبر 3 ونمبر 4؟ النمبر 4 بس سمبل اي ليفد. طب اي ليفد ان كايرو فور 10 ييرز، هل اللي قال اي ليفد عملها بس سمبل، هل ده كده لغايه دلوقتي في القاهره؟ لا هو خلاص بالظبط كده.
I lived in Cairo in 2010. احنا قلنا ان مع الباست سيمبل احتوسي، انا عشت في كايرو في سنة 2010، يبقى الكلام ده باست سيمبل. تمام؟ تمام I lived in Cairo 10 years ايه؟ أجو قلنا اجو برضه باست سيمبل. تمام؟ I have lived in Cairo since the age of 10. انا عايش في القاهرة من عمر الايه؟ من عمر العاشرة. من عمر العاشرة دي المدة ولا بداية؟ انا عايش في القاهرة من ساعة ما كان عندي 10 سنين. مدة المدة يعني انا عشت فيها 10 سنين؟ لا سوري البداية أي البداية، عشان من ساعة ما كان عندي 10 سنين، عشان كده قلنا سنس. عارفة لو هي مدة ما كنتش قلت سنس، كنت قلت ايه؟ فور كنت قلت فور فور. طب بقول لك بقى هنا، خلي بالك انه اجو باست سمبل، لكن سنس بريزنت بيرفكت، وفور بتمشي مع كل لون. يعني فور تمشي باست سمبل، تمشي بريزنت بيرفكت، تمشي فيوتشر. تمام؟ طيب هاف يو ايفر فيزيتد لندن؟ يعني ايه؟ انت زرت لندن زرت قبل كده؟ تقول لي نو اي هاف نيفر فيزيت لندن. لا يا عم ما زرتهاش. اي هاف نيفر فيزيت لندن بيفور. ايه الفرق بين نمبر 9 ونمبر 10؟ I have never visited London before. هو مسافة ما راحش زار هناك قبل كده خالص. جميل. بص هنا النمبر 9 دي كده انا ما شفتش لندن قبل كده، لكن نمبر 10 انا ما زرتش لندن قبل كده، دي معناها ان انا رحتها مره واحده او انا هناك دلوقتي. عارفه تمام. ازاي؟ فهمت. دلوقتي هنا مثلا بفرض ان انا جيت اديكي درس عندك في البيت، تمام؟ فرحت قايل لك انا ما جيتش منطقتكم قبل كده، وانا فين في دلوقتي؟ في المنطقه، صح؟ في بفرض ان المنطقة مثلا انا ما قابلتكيش قبل، انا ما شفتش جواري خالص، فقلت لك انا ما قابلتكيش قبل كده، يبقى دي كانت اول مره ايه؟ تشوف اشوف. تمام كده؟ يعني قلت انا ما عملتش الحاجه دي قبل كده، دي معناها ايكوال ان دي فيرست تايم. يعني ايه فيرست تايم؟ اول ايه؟ مر عشان كده بقول لك دي ايكوال ات ذا فيرست تايم اي هاف ايفر فيزيتد لندن، دي اول مره ازور لندن. تمام؟ طيب I have تمام. never met سلمى. أنا كنت بدي في الحصة دي أونلاين مع علياء بنت اسمها سلمى، فبقول أنا عمري ما قابلت سلمى. عارفة ليه ما حطيتش before في دي؟ عشان أنا فعلا ما شفتهاش خالص. تمام؟ لكن لو قلت I have never met سلمى before، انا شفتها مرة بس يبقى مشفتهاش بالظبط، قبل كده. يبقى شفتها مرة واحدة، يبقى دي أول مرة، ودي كمان ممكن أكون بشوفها دلوقتي وأنا بقول الجملة دي. يعني إن دي أول مرة أشوفها. تمام؟ طيب دي قلناها قبل كده، الفرق بين I have bought و I bought. I have bought a mobile و I bought a mobile. إن دي ما حددتش الوقت. ها فده present perfect، دي كده ما حددتش الوقت. فتعمل present perfect. طب ودي كده هنا؟ حددت عشان كده عملت باست سامبل. تمام؟ عشان كده بقول لك عند تحديد الوقت نستخدم باست سامبل. تمام كده؟ تمام. I have bought a new mobile lately or recently. lately or recently اصلا معناه مؤخرا، تمام؟ وبيجوا غالبا يا في اخر يا في نص الجمله، تمام؟ وبيجوا مع البريزنت بيرفكت. تمام؟ طيب بص I haven't bought a car lately or recently. لا، لان recently قلت انا ما بيجيش في النيجاتيف، يعني لما اتعملت نيجاتيف بص هنا نيجاتيف اهو، فما قلناش recently، لكن قلنا ايه بس؟ lately lately تيجي في النيجاتيف والبوزيتيف عادي، لكن recently لا. طيب بص هنا شايفه الجمله دي I have bought a car، شايف انا مختار هنا ايه؟ recently طب ايه اللي خلى دي غلط؟ I have recently bought a car عشان هي ما بيجيش وراها بيجي وراها يعني infinitive صح؟ لا، شايفه ريسنتلي قلنا معناه ايه ريسنتلي؟ معناها مؤخرا، صح؟ عارفه دي كانت تبقى صح لو كانت مكتوبه already، لكن دي مش already، دي all ready ready، يعني كانت تبقى صح لو هي مكتوبه كده. شايفه اللي تحت دي؟ ايوه فطبعا دي خدعه شويه يعني. تمام؟ طيب ليلى isn't here، مش هنا. she has just gone out، هي لسه خارجه. شايفه الابوستروف اس دي اختصار لايه؟ الابوستروف اس دي اختصار لايه كده؟ إيه لا هذا لهذا، عشان بعدها تصريف ثالث. هل ينفع اقول لك is gone؟ لا هي has gone. تمام؟ طيب I have just finished my homework، أنا لسه مخلص الهوم ورك. فاكرة من شوية في المقارنة لما قلت لك إن في فرق بين just و just now؟
قلنا just present perfect، لكن just اللي هو بس تمام؟ لا just present just perfect present perfect just now now past بس present تمام؟ طيب I have already finished أو I have finished already، تمشي الاثنين، أنا بالفعل خلصت أو خلصت بالإيه؟ بالفعل تمام؟ طيب بص هنا have you finished your homework already؟ you are very fast، ده مش بيسأل سؤال عايز yes or no، ده واحد بيقر على واحد. أنت خلصت ده كله؟ واخد بالك؟ فهنا إيه؟ يبقى to show surprise، مش بيوضح الإيه؟ الدهشة. الدهشة تمام. أو الاستغراب يعني. تمام؟ طيب إحنا قلنا يت في آخر النيجاتيف، I haven't received a reply to my email yet. يت أصلا حرفيا معناها إيه؟ معناها حتى الإيه؟ حتى الآن. حتى الآن بتيجي آخر النيجاتيف وآخر الكويستشن. Have you done your homework yet؟ Yes أو إيه؟ أو no. قال له no I haven't done my homework yet. طيب مين اللي زي يت بس بتيجي في الأفيرماتيف في الجملة العادية؟ كلمة so far. I have studied two stories، أنا ذكرت أو قريت قصتين so far حتى الآن. يبقى يت بتيجي في النيجاتيف والكويستشن، لكن so far في الجملة العادية وكلهم بنفس المعنى اللي هو حتى الآن. تمام؟ طيب بعد كده في كلمة اسمها have been to وكلمة اسمها have gone to. have been to دي معناها راح ورجع. have gone to have been to معناها راح مكان ورجع. تمام؟ تمام. have gone to معناها راح ولسه ما ايه؟ مرجعش. مرجعش. تمام؟ وفي واحدة ثالثة اسمها have been in راح وأقام. ويجي معاها كمان كلمة for. تمام؟ يبقى هنا تاني بصي I have been to school، أنا كنت في المدرسة. معناها إن أنا كنت في المدرسة يعني أنا دلوقتي في المدرسة؟ يبقى I'm at home now. طيب فين أحمد؟ قلنا أحمد has gone to school، أحمد راح المدرسة، هاي معناه هو فين دلوقتي؟ لسه ما رجعش، لسه لسه ما رجعش. طيب I have been in Cairo for 2 months، أنا مقيم في القاهرة لمدة شهرين. يبقى أنا قاعد في القاهرة مش رايح وراجع، لا ده أنا قاعد. يبقى هنا have been to راح ورجع، have gone to راح وما رجعش، have been in مع for راح وأقام. تمام كده؟ طيب I haven't met Ahmed since I was in Luxor. في قاعدة لسينس بتقول قبلها present perfect وبعدها past simple. Since قبلها إيه بعدها إيه؟ قبلها present perfect وبعدها past simple. ماشي؟ بص كده هنا وكمان القاعدة دي اتحققت من شوية بس ثواني أكتب لك example عليها. لو أقول مثلا بسم الله سبحان الله، هو example أصلا مكتوب أهو. يبقى هنا قبلها present اهي، وكمان انا كاتب الرول بس شكل هيست اهي. يبقى تاني اي اهي شايفه الرول اهي قدامك اهي، سينس قبلها ايه وبعدها ايه؟ سينس قبلها بريزنت بيرفكت وبعدها باست سمبل اللي هو كلمه واز هنا. طيب ممكن كنت استبدل الرول دي اللي هي اي هافنت ميت احمد سينس اي واز ان لوكسور، اشيل كلمه هافنت واحط مكانها كلمه لاست، واشيل كلمه سينس واحط مكانها كلمه when. when ثم اين ايه؟ I last met ها؟ I last met ايه؟ احمد. احمد؟ when I was in Luxor. when I was in Luxor شغاله ولا مش شغاله؟ شغال. when I was in Luxor تمام؟ طيب طب ينفع سينس اللي جايباها في الميدل دي تيجي في الاول؟ اه طبعا ينفع تيجي في الاول وبعدها باست سمبل بعد كده بريزنت بيرفكت. يعني بص since I was in Luxor من ساعة ما كنت في Luxor I haven't met أحمد. تمام كده؟ أهو since past simple بعد كده present perfect. طيب وأدي الرول اللي إحنا كتبناها فوق من شوية اللي هي last ومعاها كلمة إيه؟ معاها كلمة when. تمام؟ يبقى هنا last past simple وبعد كده when past simple برضه. وساعات last تبقى كبيرة شوية تبقى اسمها the last time. The last time I met أحمد was when I was in Luxor. يعني المرة الأخيرة قابلت أحمد عندما كنت في الإيه؟ في Luxor. في Luxor. تمام؟ طيب قاعدة قبل أخيرة بتقول It's a period since past. It's مدة since ماضي. يعني It's 5 years since I met أحمد. يعني عدى 5 سنين من ساعة ما قابلت أحمد. اسمها إيه القاعدة دي؟ It's مدة since ماضي. تمام؟ ودي إيكوال أنا ما قابلتوش بقالي 5 سنين. I haven't met أحمد for 5 years. تمام؟ قاعدة عامة بقى لكل الكونجنكشنز، كل الروابط ينفع بعديهم بريزنت وقبليهم فيوتشر، واللي بعديهم بريزنت ينفع بريزنت سمبل او بريزنت بيرفكت. يعني بص I will leave after or when
he arrives أو has arrived. أنا سوف أغادر عندما يصل أو بعد ما يصل. يبقى إذا هنا جه قبلها future وجه بعدها present simple اللي هو arrives أو present perfect اللي هو has arrived. تمام؟ القاعدة العامة أهي إن after أو before أو when ينفع قبلهم future أو order أو أمر وبعدهم present simple أو present perfect. تمام؟ طيب بص هنا call me كلمني ها when you finish لما تخلص أو when you have finished. تمام كده؟ طيب أنا ممكن أديكي مثلا 5 دقايق rest تمام؟ وأبدأ بعدها يعني كمان 5 دقايق اتفقنا؟ تمام يعني دلوقتي وثالث يبقى إن شاء الله ونص إلا 5 نبدأ أو نحل على الكلام ده ماشي؟ تمام يلا سلام عليكم.